السلام عليكم. الاخت ديالي ديناها الكلينيك ام ربيع باش دوز كوشمون ديالها باش تولد ولدات بخير. خرجوها من لوبيراسيون، جلسنا معاها دوينا حنا وياها، كانت طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه، ما ضرها والو، كانت طبيعيه الليل كامل وهي كترضع بنتها كدوي معانا. مشينا من عندها حتى الليل صافي، من مورا فاش مشينا معاها دوينا معاها في التليفون كانت طبيعيه عاديه حتى سبعة الصباح. منين فاقت تحرقها راسها، فيها كريز. خرجت السيده عدوسه كتعيط ليها على الفرمليه، ما لقاتهمش في المره الاولى، كاع ما لقاتهم في المره الثانيه بزز باش جات معاها الفرمليه. جا الطبيب ديال لاغيا ديال الغيانيماتور جا عندها تيقول لها دواك في رجليك، انت هي ما فيك والو، هي كتقول ليه لا راسي كيحرقني راسي كيضرني، كيقول لها لا دواك في رجليك خاصك غير تفي خاصك غير تنوضي شويه. كتغوت ما بقاتش شعره، خرجت على الوعي ديالها كتغوت وكتضرب بيديها، كتضرب اي واحد كيجي قدامها. هما ملي شافوها هكاك دقوا لها برا في السيروم، بقات هكا كتغوت. من موراها عاودوا زادوها برا اخرى وهي صافي، هي تغيب، خرجت لها الكشكوشه من فمها صافي، بقات مكوانسي هكاك. هذيك ساعه من تما ما فاقتش، هبطوها للغيانيماسيون، جا الطبيب ديالها اللي ولدها ودخل معاها الغيانيماتور جا معاها، هو يقول ليها قلنا لي حنا ما بغوش بعدا حتى يدويو معانا، كنقول السيده اش عندها، كيقول ديروا لها لي زاناليز، جيبونا لي زاناليز، جبناهم ليهم قالك لا ما فيهم والو، السيده ما عندها والو غير ناعسه واحد ربعه السوايع، حنا اللي نعسناها ربعه السوايع وغادي تفيق. من بعد ما فاقتش قلنا لي ما هي ما فاقتش، قالك لا غنجيبو امبيرونس بريفي باش تخرجها، وتخرجوا معاها طبيب غيانيماتور نيت ديالهم هو اللي خرج معاها، مشى معاها باش دير سكانير. مني جابوا السكانير كيقول لك ما فيها والو، حتى السكانير ما فيه والو، كنقولوا معلاش ما حقه واحد شويه الماء فوق الدماغ. من موراها شويه بقاو جالسين ما بغاوش يعطيونا حتى شي جواب، نضنا كنغوتوا عليهم باش يجاوبونا، قالك لا خاصكم ديروا لها لي ريم ما كاينينش هنا، غتجيبوا امبيلونس اخرى. جبنا امبيلونس اخرى وهادشي كامل هما كيفاصلوا معانا، جبنا امبيلونس اخرى. ملي خرجوها غير طلعوا الامبيلونس لاباري خاسره السيده، ما كيدوش لا تنفس. وانا نبدا نغوت، قلت هو يقول لي لا خاسره، حنا غندخلو غنعاودو نمشيو نجيبو اباري اخرى، نجيبو اباري اخرى مصوبه صافي. بداو كيكرفصوا في السيده، هي فاش بدينا كنغوتو حتى حد ما بقى كيدوي معانا، كلشي كيتملص من المسؤوليه، كلشي كيهرب. حنا اللي بغينا نعرفو السبب اللي وصل خطنا لهذا الشيء وقتلها، بغينا نعرفوا واش هذا كلينيك تابع لوزاره الصحه ولا غير محطوط قرنا كيدخلوا عباد الله وكيبداو يذبحوا فيهم وسيري جري طبالك. هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا، حنا راه تبارك الله راه في دوله الحق والقانون، حنا حق اختي ما بغيناش ولو مال الدنيا ما غاديش يعوض لينا اختي، ولو ما عرفت اشنو وقع واخا ما عرفت اشنو يسدوا الكلينيك راه ما غاديش يعوض لينا اختي، حنا ضعنا في اختي ولكن بغيناش ناس اخرين يتقولوا. هذا الشيء اللي نقول لك، انا هي الام ديال غيزلان القرو، دابا انا كنطلب من المسؤولين، انا كنطلب حق بنتي، خاصني بغيت بنتي نعرفها باش ماتت، لان بنتي دخلتها على رجليها حيه خرجوها ليا ميته، ما عرفتش السبب، خصني نعرف الموت. تم الطبيب اللي بغى اللي جبت بنتي ميته وبغيته يعطيني الورقه باش نمشي ندفن بنتي، قال لي ما نقدرش نعطيها لك، بنتك ما ميتاش موت عادي، بنتك خاصها تشريح. ودابا تنطلب منكم ديروا ليا تعطوني حقي في بنتي، انا بنتي راه خلات ليا ثلاثه الاولاد يتامى ومشات وضيعتني وضيعت ولادها، ودابا تنطلب حقي في بنتي، باغا نعرف الموت ديال بنتي والسبب ديالها باش ماتت، علاش بنتي مشات على رجليها، بنتي ولدت مزيان، بنتي ضاله مزيانه، بنتي بيتها مزيانه، والصباح في الصباح مع 7:30 ديال الصباح ضرها راسها، عيطنا عليهم جاو ما كاين لا اطباء لا والو، جاو شي فرمليات ناعسين معرقين نعاس، ملي نوضناهم ما عجبهمش الحال، جاو قالوا لك مالها، قلنا لهم راسها ضرها، قالوا لها قلبوا لا لاطونسيون، قالوا لها انت ما عليك لا لاطونسيون لا والو، ما فيك لا سخانه لا لاطونسيون لا والو، ما علاش كتغوتي؟ قالت لهم لا انا راسي غير تفرقع عليا شي حاجه ضراني في راسي. جابوا هي ابره، جابوا المروله خنيشه ديال الغبره، داروها لها في الما شربوها لها، ثانيا تقول البره الاولى ما شافوها ما سكتش من الحق كتغوت، جابوا واحد البره الثانيه بعصبيه ماشي بهدوء، دقوها لها البنت ديك الساعه عينيها تقلبوا صافي طاحت هذيك طيحتها، ما بقينا سمعنا منها. انا السيد خو غزلان السي محمد، السيده اللي وقع عليها هذا المشكل، تنطلب من الناس المسؤولين يوقفوا معنا ويشوفوا الاخت ديالنا تقريبا دابا واحد المده دابا وحنا باقيين ما دفناهاش، مكرفصين نعاس ما ناعسينش، عائلتي ما ناعساش،
جبنا الطبيب بغينا ندفنوها، قال لك هذا هذه ما ميتاش موتة عادية، عندها شي حاجة، وهي نيت فعلا عندها شي حاجة، عندها خطأ طبي. ودابا راه حنا دابا باقيين تنجريو ونجاريو، وباقي الآن بغينا ندفنوها، باقيين ما دفناهاش، كانوا دايرين ليها آلات صناعية، القلب تيضرب، والسيدة ميتة، ود هاد هاد لوبيطال ديال أم الربيع تكرفص علينا، وحنا تنطلبوا من المسؤولين ما باغي لا تعويض لا يديك لا يخليك، حنا بغينا ناخذوا حقنا كمواطنين عاديين، باش ناس اخرين حتى هما بحال الشكل ديالنا ما يوقعش ليهم بحال الشيء اللي وقع لينا حنا. هذا الشيء اللي تنطلب. انا اخذت راجلها، المهم وقعت الواقعه في كلينيك ديال ام الربيع، مشينا السيده لقيناها كيقولوا لنا مكالمينا 4 السوايع وغتفيق، المهم بقات كنتسنى ودازت 4 السوايع ما فاقتش، شويه قالوا لنا وصلت حتى للسبعة ديال العشيه ولا مع 8، قالوا لنا غتهزوا ديروا ليها السكانير، هزيناها غنديوها نديروا لها السكانير شويه، ما يعني ما حتى غنخرجوها قال لك لا غتحطوا 30000 باش يخرج معاكم الطبيب، باش يخرج معاكم الطبيب غتحطوا الفلوس. حطينا قال لهم صافي ها خرجوا معاكم صافي ها قولوا اش كاين. المهم قبل قال غديروا ليها التحاليل، التحاليل خذوا ليها الدم، ما قالوا لنا هما قالوش بان هذوك التحاليل غادي تخلصوا، يعني ما خاصهم يعتقوا السيده بعدا يديروا التحاليل ويعتقوها، هما التحاليل شدوهم عندهم وما قالوش لينا حنا الخلاص، كنتسناو في التحاليل كي باش يجيو، التحاليل ما جاوش، وصلت الربعة التحاليل باقي ما جاوش، جات عند واحد السيده وتسولهم قالت لهم واش التحاليل جاو، قالوا لا لا التحاليل خاصهم يتخلصوا عاد يدفعوا، يعني تعطيناهم عاوتاني التحاليل، السيده خاصهم يعتقوا عاود بالتحاليل يديروهم ويجيو عندنا يقولوا لنا خلصوا، باش يقول لك لا التحاليل خذوا ليها الدم وبقاو حاطينهم، حتى الربعة عاد مشاو داروا ليها التحاليل. المهم دار خلصنا التحاليل، عاد مشاو داروا التحاليل، عاد جاو المهم ما تعطلوا الساعة اللي خلصنا ما تعطلوش، جاو قالوا لنا عندها كلشي مزيان، دايرينها في الإنعاش، كنجيو كنقول لهم اش واقع، كيقول لك صافي راه مكالمية، 4 السوايع غتفيق. المهم راه حنا اللي منعسينا، السيده ما منعسيناش لان خرجت دايره الاكسجين الاصطناعي اللي ناعس ما غادي يديروش، دايره مشينا درنا ليها السكانير جبناها اديناها، قال لنا عندها الماء في السكانير هادشي اللي خرج شويه، يعني ملي جبناها نص ساعه في ظرف نص ساعه قالوا لنا لا صافي السيده غتهزوها لكازا، غتهزوها لكازا، خرجناها باش غنديوها لكازا، جات لومبيلونس دايرين غنخرجوها، تهزوها في لومبيلونس هما يرجعوها لينا، اش واقع علاش رجعتوها ما بغاوش يقولوا لينا علاش. المهم انا واحد البنت قلنا لهم قولوا علاش، قال لك لا الماكينه خاسره غنبدلوا لها الماكينه، دخلوها بدينا كنغوتوا ضربنا معاهم، حتى واحد الفرمليات هربوا ما بقاوش بانوا لينا هربوا، كاين اللي السيده انا شفتها فرمليه بعينيا شفتها انا كنهضر معاها وهي غاده هربانه طالعه الفوق. المهم هما كيهضروا مع بعضياتهم ما بغاوش حنا يواجهونا، حتى كون كان شي حاجه غادي يواجهونا يقولوا لنا لا حنا كنعيروا هما ما جاوبوش. المهم هزيناها ديناها قالوا لنا سيروا الكلينيك ديال الجراده، هزينا ديناها مني وصلت لومبيلونس ماكين حطوها في واحد البلاصه، المهم هادو قالوا لك خاصك تحطوا 2.5 مليون عاد نكتبوا عاد نكتبوا لكم التوصيل باش تدخل. المهم حنا الليل مع 11 ونص من غنجيبوا لهم الفلوس وداك الشيء، المهم دبرنا على الفلوس وداك الشيء، قلنا لهم عقدوا بها انتوا مليون، عطيناهم مليون قالت لكم 1.5 مليون غدا في الصباح نجيبوها لكم، قالوا لنا لا تتكون 1.5 مليون. المهم قالوا قلنا لهم راه ما كايناش وكلشي ساد، من غنجيبوا لهم الفلوس نطلبوا ولا نشافر ما عرفناش. المهم هي هذيك دبرنا على الفلوس شويه، بقات لهم جبنا 1.5 مليون عطينا لهم، قلنا لهم واش تقبلوا الاورو، قال لك ان قبلوه، عطيناهم 2.5 مليون كملنا لهم بالاورو، شدوا الاورو باش يعني عاد مني تخلصوا عاد السيده طلعوها، مني طلعوها داروا لها يعني الاورو ب 10 دراهم، يعني هذا ب 10 دراهم اورو ب 10 دراهم، هو داير اكثر داير اكثر من 10 دراهم وهما خذوا ب 10 دراهم. المهم قلنا لهم او زعما لا راه ما دايرش هكا، قال لك لا دير 10 دراهم يعني تقبلوا، قلنا لهم حنا دابا بين ليديكم ديروا فينا ما بغيتوا، حنا بين ليديهم يعني غادي يديروا فيك ما بغيت، بس منك غتخلص هي كانت عندك ولا مهم تخلص باش تعتق السيده، مهم باش السيده تكون، حنا بغينا كنشوفوا في السيده ما كنشوفوش في الفلوس. خلصنا داروا لي هذاك الشيء، قال لك هذا مني داروا ليها السكانير الكبير وداك الشيء، قال لك الدماغ ديالها ميت مات، السيده باقا كتنفس اصطناعي.
يعني السيده راه ميته، جايه من الجديده ميته، وصحاب الجديده هما اللي تعطلوا عليها. انا قالت لي الطبيبه، سمعت الطبيبه اللي قالت لي كانت مقابله في الانعاش، قالت لي صحاب الجديده اللي تعطلوا عليها. يعني السيده طاري لي هذا الشيء مخلاوها 8 سوايع عاد صيفطوها. المهم هذا الشيء اللي كاين، قالت لي لا نطالبوك عائله ديال المسؤول، نطالبوا حنا بحقها، بحقها نعرفوا السبب، هذا الشيء باش كنطالبوا حق ديال السيده ما يضيعش. خلاتها يعني خلاو يتمد وليدات المساكن، خلاتهم هي براس باقا صغيره وليت تمد كل الوليدات، كنطالبوا الحق تبان الحقيقه حنا نعرفوا هادشي. في الاخر ما كان هما قالوا لك بان الطبيبه هضرت معايا، انا ما نكذبش على الطبيبه اللي في ديال الانعاش ديال كازا، كتقول لي الخطا واقع في الجديده، طانسيون ما عتقوهاش، كتب لينا التقرير ما بغاش تكتب لينا التقرير. علاش ما يكتبوش التقرير؟ على ان هما بيناتهم يعني واحد كيغطي على واحد، هادشي انا اللي بان ليا، هما اتفاقيه بيناتهم يعني كيلعبوا في اللحم مباشر بحال حيوان ولا ما عرفت شنو. هادشي انا المهم اللي بان ليا يعني ملي كتقول لك هكا يعني كتصارحك الطبيبه، ولكن باش تكتب لك الدوسي تقول لك الي واقع الي يعني تكتب لك الدوسي باش انك تاخذ الاجراءات ديالك ما بغاتش، كتقول لك لا. يعني هما اتفاقيه بيناتهم ام الرابع مع هادو، يعني اتفاقيه بيناتهم.